السلام عليكم ورحمة الله. موضوع جديد ودرس جديد لاستعراض معاكم أربع تطبيقات هي من التطبيقات الجميلة جدا اللي بوظائف مختلفة ممكن نقدر نستفيد منها استفادة قصوى في الهاتف الخاص بنا. قبل ما نبدأ في شرح البرنامج أتمنى وأذكر بالنسبة للناس اللي بيشاهدونا لأول مرة يدعمونا بالاشتراك أو عمل لايك أو تعليق سلبي إيجابي برضو بحفزنا إلى الاستمرار إلى الأمام. فاصل صغير وأنا واصل. البرنامج الاول هو برنامج بيتليت من البرامج الجميله جدا وبيحتوي على خلفيات او برنامج مصغره ملحقه ببرنامج ويدك او خلفيات مصممه جاهزه اللي بواسطه برنامج كلويب. طبعا البرنامج بيحتوي على مجموعه خرافيه جدا من الاشكال او التصميمات الموجوده في البرنامج لتغيير شكل الهاتف من الخارج. طبعا بعد الاستعانه للانشر معين في ضبط الهاتف وشرط انه يكون سطح الهاتف خالي تماما من الشوائب او اذا كان من التطبيقات او شريط البحث. طبعا بعد ما اخترنا الشكل بنقول مباشره لجوجل بلاي تحميل البرنامج الموجود فوق الشكل اللي احنا ممكن من خلاله نقدر نغير شكل الهاتف او اي رابط خارجي اذا كان في تويتر اذا كان في اي موقع اخر ممكن نتحصل على البرنامج بكل سهوله. طبعا بيوجد فيه برنامج مدفوع وبرنامج مجاني حسب الشكل اللي انت بتختاره لتغيير شكل الهاتف من الخارج. طبعا البرنامج بيحتوي على مجموعة كبيرة جدا من البرنامج ايكون باك اللي بالنسبة لتغيير شكل التطبيقات الموجودة عندك في الهاتف ممكن تتحصل عليها بكل سهولة في برنامجنا لليوم، وبيحتوي على مجموعة كبيرة جدا من برنامج ايكون باك لتغيير شكل التطبيقات الموجودة عندك في الهاتف. البرنامج هو برنامج مجاني تماما ممكن تحصل على رابط تحميله اسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئة الله للاستفادة من الامكانيات الموجودة في البرنامج لتغيير شكل الهاتف من الخارج. برنامج الثاني هو برنامج ماركت اب في ان، هو ماركت فلبيني يحتوي على جميع التطبيقات وجميع الالعاب الموجوده في جوجل بلاي ممكن تحصل عليها بكل سهوله في الماركت الفلبيني. المعنى يعني اي تطبيق اي جيم مدفوع في المدفوع القيمه في جوجل بلاي ممكن تحصل عليه بكل سهوله في برنامجنا لليوم، لانه بجد هو من البرنامج المدهش جدا ممكن تستفيد منه استفاده قصوى اذا كان من كتب اذا كان من افلام اذا كان من تطبيقات اذا كان من العاب اذا كان محصور زي ما ذكرت سابقا او مدفوع ممكن تحصل عليها بكل سهولة في برنامج الفلبيني او الماركت للفلبيني، لانه بجد هو من البرنامج الجميل جدا ممكن تستفيد منه استفادة قصوى في الهاتف الخاص بك للبحث للتطبيقات او الالعاب. وطبعا المميز في البرنامج يوجد بعض التطبيقات او الالعاب اللي زي ما بيقولوا مهكره او مود ممكن تحصل عليها بكل سهوله في البرنامج وبدون دفع اي مبلغ من المال. رابط البرنامج اسفل الفيديو اذا كان حابب انك تستخدم البرنامج في الهاتف لاستفاده من الامكانيات الموجوده في البرنامج. التطبيق الثالث هو تطبيق جروب ايكون باك بالنسبة لتغيير شكل الايقونات اذا كانت تستخدم لانشر خاص بالهاتف او لانشر من الخارج بالنسبة لتغيير شكل التطبيقات. وطبعا البرنامج بيحتوي على كمية خرافية جدا او كمية مغدرة بالنسبة لتغيير شكل اي تطبيق موجود عندك في الهاتف. وطبعا البرنامج زي ما شايفينه وانه بيحتوي على كميه مغدره بالنسبه للخلفيات الموجوده في البرنامج ممكن بدون الاستعانه لتطبيق من الخارج لتغيير خلفيه الهاتف. زي ما شايفين امامنا بيحتوي على كميه مغدره من الخلفيات باشكال مختلفه وبجوده عاليه جدا بالنسبه لتغيير خلفيه الهاتف. اي لانشر موجود عندك في الهاتف طبعا انا بستخدم لوفا لانشر زي ما شايفين امامنا، دي جميع التطبيقات بالنسبه لتغيير شكل التطبيقات الموجوده عندي وحسب البرمجه بالنسبه لللانشر الموجود عندك في الهاتف اذا كان حابين انه يكون بشكل مربع او شكل مربع مغوص او شكل دائري او شكل دمعه، يعني حسب الشكل اللي انت محتاج له يظهر في التطبيقات. ممكن اغير لنا شكل التطبيقات الموجوده عندنا زي ما شايفين امامنا، اتغيرت عندنا جميع الاشكال الموجوده بالنسبه للتطبيقات الموجوده عندنا في الهاتف بكل سهوله. وزي ما ذكرت سابقا يعني اي لانشر بالنسبه لتغيير
تغيير شكل الايقونات وتغيير حجم الايقونات الموجوده عندك عشان يقدر يدينا لها بشكل جميل جدا ومنسق بالنسبه لتصفحنا للتطبيقات الموجوده عندنا في الهاتف. إذا حبيت استخدام البرنامج في الهاتف رابط تحميله حيكون أسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئة الله. برنامج الأخير في موضوعنا لي اليوم هو برنامج بيكسور، طبعا من أفضل وأروع التطبيقات بالنسبة لتغيير خلفية الهاتف. زي ما شايفين عندنا التمرين من الأسفل إلى الأعلى، البرنامج يحتوي على كمية خرافية جدا من الخلفيات بأشكال مختلفة وبجودة عالية جدا، ممكن نقدر نستفيد منها استفادة غصوى بالنسبة لخلفية الهاتف الخاص بنا. عند اختيار اي خلفيه موجوده في البرنامج طبعا ادينا خيار لوضع الخلفيه اذا كان في شاشه الغفله او الشاشه الرئيسيه بالنسبه للهاتف الخاص بنا. عند صفحك للبرنامج حيغنيك عن اي برنامج اخر بالنسبه لاختيار الخلفيه، لانه بجد هو برنامج من البرنامج جميله جدا وبامكانيات عاليه بالنسبه لاختيار اي خلفيه باشكال مختلفه وبالوان زاهيه. زي ما شايفين امامنا بيحتوي على كميه خرافيه جدا من الخلفيات الممكن نقدر نستفيد منها استفاده غصوى في الهاتف الخاص بنا. طبعا كالعاده البرنامج هو برنامج مجاني تماما، ممكن تحصل على رابط تحميله اسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئه الله. لحد هنا موضوعنا انتهى واشوفكم في امان الله.